الضروريات. وتحدثنا عن حرية الإنسان في الاعتقاد، ثم حرمة النفس، ثم العرض، ثم العقل، والآن نحن بصدد الحديث عن المال. فصيانة المال كسبا وإنفاقا، نحن نتحدث عن صيانة المال كسبا، وتحدثنا عن أنواع الكسب الحلال، وتحدثنا عن الزراعة والصناعة، والآن عن التجارة. وفي باب التجارة نحن نتحدث عن الكسب الخبيث، نتحدث عن الربا، وصلنا للربا إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي اللقاء الماضي تحدثنا عن أنواع الربا، ربا القروض، ثم ربا البيوع. ربا البيوع فيه ربا الفضل وفيه وربا النسيئة. ربا الفضل إن شاء الله تبارك وتعالى هو كيف اسمه ربا الفضل إن شاء الله تبارك مبادلة سلعة بسلعة، زين أخويا، بزيادة إحداهما على الأخرى. وربا النسيئة مبادلة العوضين المختلفين نسيئة بزيادة، نسيئة أي تأخيرا بزيادة. الآن إن شاء الله تبارك كنت وعدتكم بإذن الله تبارك وتعالى أن نتحدث عن الحالات التي يكون فيها تكون فيها يعني قضية المعاوضة بين سلعتين في مختلف الحالات. تكلمنا على الأموال الربوية اللي هي إن شاء الله تبارك وتعالى تقريب 6 على حساب الآخر، ثم على العلة أنت هذه الأموال. فبالنسبة للذهب والفضة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلة فيها هي الثمن والكنز، والعلة في البر والشعير والملح والتمر هي إن شاء الله تبارك وتعالى هي نعم العلة فيها واسمه هي إن شاء الله طعام للدخار. إذن فلنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالمعاوضة الأولى، وهي حينما يتحد الجنسين بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنسين، هنالك الجنس وهنالك إن شاء الله العلة. إذن حينما يتم بإذن الله تبارك وتعالى اتحاد الجنسين، حالش مثلا بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بيع الشعير نفس الجنس، اتحاد الجنسين. إذن إذا كانت هنالك معاوضة بين سلعتين من جنس واحد تشترط فيها 3 شروط لئلا يكون هناك الربا. الشرط الأول وهو التماثل، مثلا بمثل. لا يمكن للإنسان أن يبيع زيد كيلو تمر بكيلو ورطة التمر، يقول لك هذا الكيلو تاع التمر أحسن بهذا وأجود، إذا أعطيني فيه كيلو ونص وهما نفس السلعة، هذه واسمها تسمى ربا. الحل واسمه هو إذا بغيت الحل هو أن تبيع هذا التمر وتشتري تمرا آخر. أما أن تبادل نفس السلعة بسلعة من نفس جنسها بزيادة فهذا الربا. إذن عند اتحاد الجنسين كيلو ذهب زين بكيلو ذهب، كيلو فضة بكيلو فضة، ما تقول ليش هذا الذهب المعيار نتاع 24 وهذا الذهب المعيار تاع 18، إذا أعطيك هنا كيلو تعطيني هنا كيلو، لا اعتبار للمعيار. بما أن الجنسين هي واحد صافي. إذا الشرط الأول اسمه هو
تماثل، ما كانش زيادة، ما كانش زيادة. عندي قنطار تاع القمح مزيان جديد، وبغيت نبدلو بقنطار نتاع عندك حايل، قنطار حايل. نقول لك انا عندي هذا القنطار مزيان، وانت اعطيني فيه وشحال؟ عندي قنطار كلاه الكوز وكلاه كذا ومريض، اعطيني وشحال؟ زوج قناطر. هذا هو الربا، حرام حرام حرام. لا تفتح على نفسك هذا الباب. هذا الشرط الاول، التماثل. الشرط الثاني واسمه هو؟ الشرط الثاني التماثل، ما تزيد ما. الشرط الثاني واسمه هو ان شاء الله تبارك وتعالى؟ التعاقد حين حلول اللحق، يعني انهم يتفقون باذن الله تبارك وتعالى، يتفقوا يكون اتفاق. لان اي عقد لا يكون عقدا صحيحا الا بتراضي طرفين. انا نعطيك قنطار ديال القمح مزيان، وتعطيني قنطار تاع القمح واخا ماشي مزيان، خصنا نكونوا متفقين. اذا هنالك التماثل وهنالك اسمه تراضي. الى واحد ما رضاش وما بغاش، لا يفرض عليك اي احد ان تبيع ذلك بذلك، لانك ترى مثلا انك ستكون مغبونا. اذا لا يحملك الشارع مثلا ويفرض عليك ان تبيع مثلا شيئا تراه اجود واثمن من نفس السلعه لكنها بجوده اقل، لا يفرض عليك الشارع ذلك. اذا الشرط الثاني هو ان شاء الله تبارك وتعالى ان يكون العقد حالا، ان يكون التراضي. والشرط الثالث ان شاء الله تبارك وتعالى اسمه يكون التقابض. ما معنى التقابض؟ ان يتم التقابض في الحال، ها، يدا بيد. هذا اللي قال الاصل، يدا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد اربع. الاخذ والمعطي سواء، كما قال المصطفى، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، يدا بيد في البلاصة. ماشي انا نعطيك القنطار ديال القمح هنايا، يعني متفقين ياك مزيان، وانت غتعطيني القنطار على ثلاث ايام ولا اربع ايام؟ لا. فيشترط عند ما يتحد الجنسين في المبادله، اي مبادله سلعه، سلعتين من جنس واحد، يشترط لذلك ثلاث شروط للابتعاد عن الربا. زين، التماثل، كيف كيف ياك، والتراضي اي العقد، والتقابض في نفس المجلس. واضح هذا؟ واضح ان شاء الله، واضح هذا ماشي شحال. ما ثانيا، اذا كان ان شاء الله تبارك وتعالى بيع الاموال الربويه عند اختلاف الجنس واتحاد العله، اختلاف الجنس، مش الذهب الذهب، يعني ذهب زين ولكن عندهم نفس العله، شكون هما اللي غادي يكونوا مع الذهب في نفس العله؟ شكون؟ الفضه، كاين المعادن وتقريبا هي الفضه، والاخرين الشعير مع البر، وهكذا وهكذا. اذا اذا اردت ان تبيع مثلا، تتبادل الذهب مع الفضه، يعني جنسين مختلفين ولكن العله واحده، العله تاعهم اسمها هي الثمن، ياك. اذا فانت تقوم بمعاوضة سلعتين مختلفتين لكن لها علة واحدة، كأن تبادل الذهب بالفضة أو تبادل البر بالشعير، وهكذا وهكذا. إذن واسمه هو الشروط إن شاء الله باش ما تكون شريبة. هل يشترط التماثل؟ يشترط التماثل؟ لا. واش تعطي كيلو ديال الذهب مع كيلو ديال الفضة؟ لا يمكن، إن هذا ليس شرط، لأن الجنسين مختلفين. واش مثلا إلا نبدلوا الزرع بالقمح غادي نعطيه أنا قنطار تاع الزرع ويعطيني قنطار تاع القمح؟ لا يشترط التماثل، لأن الجنسين مختلفين. إذا فالشرط الأول اللي كاين في الأول ما كاينش هنايا، إذا فلا يشترط التماثل. الشرط الثاني وهو التعاقد التراضي، واش يكون ولا ما يكونش؟ طبعا لابد تعاقد. والشرط الثالث اللي هو إن شاء الله تبارك وتعالى التقابض،
يكون ولا ما يكونش في العلم؟ ينبغي أن يكون في المجلس قبل انفضاض مجلس العقد. إذا شحال كاين من شرط؟ زوج تاع الشروط. الشرط الأول ما كانش، تماثل لا يشترط، وإنما يشترط التعاقد والتقابض في المجلس. أنا بعت لك قنطار ديال القمح بزوج قناطر تاع الزرع، اتفقنا سيدي العقد، إذا فقبل انفضاض المجلس واسمه ثم يتم، هناك يتم. أفهمت الو؟ ماشي أنا مثلا نبيع لك قنطار ديال القمح بزوج قناطر تاع الزرع وتفاهمنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنت أعطيتني قنطار تاع القمح وأنا نقول لك استنى ست أيام عاد نجيب لك زوج قناطر تاع الزرع. لا يا أخي، لأن في ست أيام تتغير الأثمنة، ولذلك اشترط حتى تبتعد عن الربا عند معاوضة سلعتين مختلفتين في الجنس متحدتين في العلة، اشترط أن يكون التقابض في المجلس الذي انعقد فيه العقد وقبل ترك هذا المجلس، وإلا كانت ربا. ثالثا، فوقاش معاوضة واسمه سلعتين زيد مختلفتين لا تشتركان لا في الجنس ولا في العلة، يا كاسي عند اختلاف العلة بحالش مثلا، ها وكيفاش؟ لا مازال هذه، لا مازال مثلا ما مختلفين لا في الجنس لا في العلة. مثلا الذهب تبدلوا باش بالقمح، الفضة تبدلها بالتمر، يعني ما يشتركوش في الجنس، ماشي جنس واحد، وما يشتركوش في العلة. هذه العلة ثمانية وهذه العلة تاع الطعام، ياك. إذا عند مبادلة سلعتين مختلفتين في الجنس مختلفتين في العلة كمعاوضة الذهب بالقمح أو الفضة بالشعير حتى تتجنب الربا في مثل هذه المعاملة في هذا النوع من البيع، احنا كنتكلموا على ربا البيوع، ما هي الشروط؟ هل يشترط التماثل؟ كيلو ذهب كيلو قمح، لا اذا الشرط الاول ما كانش. الشرط الثاني، هل يتم التعاقد في الحال؟ في الحال؟ هل يتم التعاقد في الحال؟ واخ، هل يتم التقابض في مجلس العقد؟ يتم ولا ما يتم؟ هل يشترط أن يتم مثلا نعطيك أنا يا كيلو مثلا ديال الذهب وتعطيني 600 قنطار ديال القمح ولا هذا الشيء بزاف؟ ديرو مثلا نعطيك 20 غرام ديال القمح نتاع الذهب، نتفق أنا وياك إن شاء الله تبارك وتعالى باش تعطيني 5 قناطر تاع القمح مثلا. هل يشترط مثلا في هذا النوع من المعاملات، هل يشترط أن يكون التقابض في الوقت؟ لا يشترط طبعا، هذا لا يشترط، لأن هذه قيمت بهذه، لأن العلة مختلفة. ولذلك في هذا النوع الثالث من المبادلات والبيوع لا يشترط شيء من هذه الثلاثة، لا تماثل ولا تعاقد يعني حينما يحل العقد ولا تقابض، عادي. الرابعة، الحالة الرابعة اللي كيتكلموا عليها اللي هي بيع المال الربوي بغيره. المال الربوي تبيع بغيره، يعني تخرج على هذه الأموال الستة، ما بقاش في هذه الستة. إذن الأخ ذكر السيارة، ذكر البلانات، ذكر سلع كثيرة. إذن بيع المال الربوي بغيره بحال تشري بالمال الفلوس اللي هما الفلوس تشري بهم الخروف، تشري بهم اللحم، تشري بهم. إذن فما هي الشروط الواجب توفرها لاجتناب مسألة الربا؟ هل يشترط التماثل؟ تماثل يشترط التماثل؟ ما كاينش الفلوس مع بلان ولا كي دار التماثل، ما كاين شيء. حلول العقد نقولوا التقابض، لا يشترط التقابض في الوقت ديال العقد أي عند التراضي. هذه أمور إن شاء الله تبارك وتعالى غير مشترطة في مسألة معاوضة المال الربوي
بأية سلعة كانت. بنوع من التوضيح البسيط، احنا المسائل التي تشيع عندنا في هذه القضية، واسمه هي شيخ صبر كذا القضية دي، أن مسألة الربا، ربا البيوع ما عندناش شي إشكال في ربا البيوع تقريبا، احنا لأن هي معاملات في الحقيقة غير موجودة. المسألة غير احنا نتكلموا عليها والسلام. واسمه هو اللي موجود تقريبا، واسمه هو، وهذه الحالة الرابعة، أن الآن العملة التي نتعامل بها والتي تعتبر وسيط في البيع والشراء هو اسمه هو الأوراق النقدية. إذن ما بقاش الذهب، ما بقاش الفضة، والمسائل الأخرى كلها تقيم باش بالعملة الورقية، العملة الوطنية، هذا هو الموجود الآن، هذا الشيء اللي كاين. ولذلك في البيوع ما عندناش الإشكالات التي يطرحها الفقهاء، عندنا قضية الإنسان يشتري أو يبيع باش بالعملة، فعليه وهو يشتري بالعملة هذه السلع أن يتقي مسألة الربا، أن يكون هنالك بإذن الله تبارك وتعالى تعاقد، أن العقد الذي يعقد بين الطرفين يكون فيه إن شاء الله تعالى الرضا ديال الطرفين، ثم الأجل يحدده هؤلاء، تسليم السلعة يحدد. أنا شريت عليك السيارة يا كسي، أنا مشيت نشري السيارة على الشركة تاع السيارة، هذا اللي كطرح، مشي نشري عليك فريجيدار على الشركة ياك بفلوسي، غادي نشري بالفلوس، غادي نتفق أنا وياك في العقد على أنني غادي نشري السلعة، وشحال هاد السيارة نشريها بثمانية مليون حالا، لكن إلى ما تخلصنيش حالا ياك زيد، غادي نبيع حالك ب 11 مليون على مدة زيد 4 سنين، على أن تؤدي هذه 11 مليون بطريقة متفق عليها في العقد، يعني العقد فيه بنود كيفية تسديد هذه الأقساط في 4 سنين. إذن فتحدد مثلا القسط في كل شهر وتتفقوا، ها، ويكون العقد بينك بينك وبين الشركة، ليس هنالك طرف ثالث. إذن فيها إن شاء الله تبارك وتعالى فيها مزمور، ليس فيها تماثل، والعقد إن شاء الله تبارك وتعالى هو عقد بينك وبين الشركة، ليس هنالك طرف ثالث يدخل عليكم. والثالثة أنك حينما تكتب العقد تكتب بأنك اشتريته بالثمن الذي ستؤديه خلال 4 سنوات، وبهذا إن شاء الله الإشكال تاع الربا يتم الابتعاد عنه. يعني الشركة اللي هي ذكية إن شاء الله تعالى كدير هذه الطريقة وتبيع في بلاد المسلمين بطريقة ميسرة، فيقبل عليها الناس ولا إشكال، لا مثل. واش عندك الحق تزيد في الثمن تاع السلعة إلا ما خلصت فلوس؟ عندك الحق شرعا ولا ما عندكش الحق شرعا؟ عندك الحق شرعا، يا سبحان الله، هذا كاين اللي غلط فيها. واش عندك الحق؟ الشركة عندها الحق إلا بغات تبيع لك السلعة بثمن في الوقت المحدد الحاضر، واش يجوز لها تزيد في الثمن إذا زادت في الأجل؟ عندها الحق ولا ما عندهاش؟ عندها الحق. علاش؟ لأسباب كثيرة، منها أن هذه النقود يمكن أن تفقد قوتها الشرائية، وقلت لكم دائما النقود عندها قيمتها الإسمية وقيمتها الحقيقية، وقد تفقد العملة ديال البلد واسمو تفقد قدرتها الشرائية، أي أن قدرتها الشرائية التي كانت لها في هذا الوقت الذي عقدت مع الشركة هذا العقد كانت كذا، لكن بعد 3 سنين ستنخفض القيمة الشرائية، القدرة الشرائية لهذه العملة ستنخفض، وبذلك لها الحق في أن تزيد. لكن المشكل فيه هو أن يدون ذلك في العقد، ويكون العقد عقد بيع وليس عقد قرض، هو عقد بيع وشراء. واحد سيت سألني واحد المدينة قال لي يا ودي احنا راهم كتقول لنا الشركة نبيع لك السيارة بيني وبينك ياك،
وما راه كاين لا كريدي ما كاين لا انتريز لا والو. كان بحالك الان ب 7 مليون لكن على 3 سنين غتخلصني ب 11 مليون ياك. لكن انت غادي تخلص لنا النفقات نتاع الملف واحنا القدر ديال الملف تخلصنا مثلا 500 الف فرق تاع الملف مزيان. واش هادشي جايز ولا ما جايز؟ نقول له ما كاين حتى مشكل، انا ما عندي دخل في هذا الملف، هذا الملف اللي كيقولوا راه ملف وراه كذا، انا ما عندي فيه دخل. انا المهم العقد ديالي واسمو فيه في انني شريت عليك هاد السياره ب 11 مليون واديها اقساطا على 3 سنين، والعقد بيني وبينك. السلام عليكم. هذاك انتم كتقولوا بلي هذا الملف هذا هو ديال مثلا الملف وديال كذا وديال ما نعرفش تأمين، هذاك الشيء شغلكم. لكن واسمو المشكل؟ ولكن يقول لي كاين واحد القضيه، واسمو هي القضيه؟ انني زيد لا اؤدي الاقساط للشركه. ولما انا حبيبي قال لك لي البنك، قلت له اصبر تقول واش العقد انت بينك وبين الشركه ولا البنك؟ قال لك لا. قلت معنى ذلك هذا تحايل ديال الشركه، البنك هو اللي خلص وانت غادي. اذا دخل عقد القرض مع عقد اخر اللي هو البيع فهو ربا. كيفاش؟ نعم هو ربا، علاش ما تخليش بيه؟ قال لك منين قلناها للشركه هنا في المغرب، قال لك مشينا عند الشركه وقلنا لها علاش درتي لنا هذا الشيء؟ قال لك لانني انايا لا استطيع ان اقوم باجراءات استخلاص هذه الاقساط بوحدي، هذه خدمه اخرى زايده ما نقدرهاش. قلت له تقدروا الغوال تقدروا العجب، هذه ما قديتولهاش. لا انتم بغيتوا الفلوس تديهم ضربه وحده من البنكه وتورطوا المشاري مع من مع البنك. قلت له هذا ربا، وقفوا، هذا تزوير منها شركه السيارات. قلت له قف قف، هذا تزوير تغليط، هذا تحايل، على الشركات ان تتقي الله. انت ما قدرتيش مثلا تقومين باستخلاصي هذه الاقساط من البنكه، سهل الحال، عندك ان شاء الله تبارك وتعالى. واسمع عندي، واسمع عندي، عندك موظفين، وفي الموظفين عندك الموظفين عندك ان شاء الله مصلحه تجاريه ياك، وعندك مصلحه نتاع المبيعات، ومصلحه نتاع المبيعات فيها موظفين، والموظفين كل واحد عنده علاقات مع من؟ مع البنكه. تعطي انت يا تقول لك الشركه جيب لي ان شاء الله تعالى، واسمع جيب لي الحساب ديالك اللي كاين في البنكه، ودير معها عقده على ان يسمح للشركه باستخلاصي القدر المتفق عليه تأدية للشركة شهريا بالشيب البنكة، والسلام. تبقى تفوت يعني فلوس كيفوتوا من الشائمة من البنك كيفوتوا للشركة مباشرة، علاش ديروا لي هالخدمة؟ تدي لا الشركة تدي الفلوس ضربة واحدة باش تخدم، روح انت خلص البنكة وتكذب عليه وتقول له انا راني درت العقد غير بيني وبينك. فما دخلوا البنك إذن؟ ابعد علينا البنك، وهذا يديروا مصيبة مضاعفة. واسمو المصيبة الأولى؟ أنه كاين قرض، ثانيا كاين تستر على القرض لخداع الناس ليدخلوا إلى معاملة ربوية وفي ذهنه أنها ليست ربوية، فيه تحايل. ولذلك أنا أنادي الشركات نتاع السيارات في المغرب خاصة وأقول لهم إن مسألة التذرع بقضية عدم قدرة الشركة على استخلاص الأقساط الشهرية من المشتري من قبل حساب الزبون بالبنك هذه عذر أقبح من زلة، ما أسهل هذه المعاملة، هذه معاملة بسيطة جدا وسهلة، ايش كنت تقول؟ لكن لا، هي القصد نتاعها واسمو دي الفلوس كاملين وتربطك مع البنكة وتقول لك انا غير بيني وبينك. الله أكبر. قلت له ذاك الزبون، قلت له لو انك قرات في عقده الاتفاقيه ديال البيع العقد لوجدت هناك بند مسجل واخا غير صغير ما تقدرش تقرا، يدير غير صغير، يدير سمعتي ان هذه الشركه استخلصت ثمن السياره فعلا بشحال؟ لا قدر شحال؟ 9 الثمن الاول استخلصته بشحال؟ 9 وانت شحال تخلص؟ 13. شكون يدي الفرق؟ شكون يدي الفرق؟ البنكة. لو كان تمشي تحقق في البنك كتصيب هاش. إذن هذه ارتكبت واسمو زوج تاع المصايب، المصيبة الأولى الربا، وثانيا أنها تزور الحقائق والعياذ بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن الفرق بين الفرق إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هو الفرق بين البيع الحلال والربا المحرم؟ الفرق بين وأحل الله البيع وحرم الربا. اسمه الفرق ما بين البيع الحلال والربا المحرم. زيد أخوي. أولا، البيع عقد معاوضة مالية. البيع واسمه عقد معاوضة مالية، واسمه كدير تبيع سلعة وتدي العوض، واسمه هو ما هي معاوضة مالية. بينما الربا واسمه هو عقد لقرض. فهمت؟ بينه ولا ما بينهش؟ البيع واسمه هو معاوضة مالية، تبيع السيارة يعطيك الفلوس. بينما القرض واسمه هو باع الربا واسمه هو عقد قرض، تقرض بالربا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى، البيع تبادل بين قيمتين مختلفتين، السلعة والثمن. البيع نشري السلعة ولا نبيع السلعة ونقبض الثمن. بينما الربا هو تبادل بين متجانسين. متجانسين اللي يقول لك ولات مثلا دينار بزوج دنانير، تعوض اللي يقول لك كيلو شعير بزوج كيلو شعير. ثالثا، البيع نشاط تجاري والربا نشاط زين تمويلي. الربا نشاط تجاري فيه البيع والشراء، الربا اسمه فيه تمويل. كما قلت لكم البنكات دخلت بواحد الطريقه ومولت الشريه ديالك مع البنكه بلا ما تعرف انت، مشات خلصت وراها كتدير الربا. يعني دخلت القرض مع الشراء، انا شريت على الشركه، هي مشات خلصت وعطتني واسمه قرض. فالبيع نشاط تجاري والربا نشاط تمويلي، يعني القروض تمول بالقروض. رابعا، في البيع لا يجوز الزيادة في الثمن أبدا بعد مجلس العقد. يا كسيدي، في البيع لا يجوز الزيادة في الثمن بعد مجلس العقد. واش أنا من اتفق معك باللي بعت لك هالسيارة زوج المليون، نولي غدا نقول لك لا اسمح لي راه كذا نزيد عليك 200 ألف؟ لا يجوز البيع، صافي. كي تعقد والتراضى هذاك الثمن هو اللي ما تزيد عليه، ولكن يجوز في المقابل الوضع دون اشتراط. لكن يجوز في الحاله الاخرى اسمها تنقص من الثمن. يجي عندك تقول يا ودي ديك السياره اللي بعتها لك ب6 مليون والبارح واتفقنا بلا ما تشرط، انا بانت لي باللي راني زيرت عليك شويه وكذا، راني قلت لك راني قلعت لك واحده 500 ألف. يجوز ان تنزل في ثمن سلعة الماء التي بيعت بعد أيام، ولكن بدون شرط لما تشترط. أنت بانت لك أنت، لكن لا يجوز الزيادة بأي حال من الأحوال في الثمن بعد التعاقد على بيع سلعة كما كيف ما كان. أما الربا المحرم فهو أن يحمل البنك يعني المصرف المدين فوائد تأخير وغرامات عند التأخر في السداد. مباشرة حينما تتأخر في السداد زين واش يوقع؟ يديروا لك يزيد لك الانتريس. هذا بنك الصفا كيسقسيوا لي الناس على شراء البيوت، وكنقول لهم ان شاء الله تبارك وتعالى دائما دائما بنك الصفا الجأوا اليه، لانه ان شاء الله تعالى واش كيدير؟ يشتري المسكن باتفاق مع الزبون الذي يريد أن يشتري بالمواصفات المتفق عليها، فحينما يملكها البنك وتصبح في ملكيته يبيعها لك، يبيعها لك بثمن فيه ربح متفق عليه، وأنت المشتري تؤديه أقساط على مدة تتفق فيها مع البنك. مزيان، وكنقول لهم روحوا إن شاء الله، هذه معاملة شرعية حتى ولو زادوا في مبلغ الضريبة. فكان المبلغ الذي تؤدي في شراء البيت من بنك الصفا أغلى من البيت إذا اشتريته بالطريقة التقليدية الربوية. معليش انت راك دير الحلال، راك قال لك ازدي معليش، لكن واسمو كاين المشكل؟ واسمو هي المشكل؟ واسمو المشكل؟ منين يعاود يهضروا معايا الناس؟ واسمو المشكل؟
أنه في حالة ما إذا تأخرت عن سدد عن سداد قسط في الشهر، واحد ثلاثة أيام ولا أربعة زادوا عليك الانتيريس. شتو المشكلة؟ والله لا خلونا في واحد الحارة ما كان ما نقول لك، أما كتبوها لي أو كتبها لي غير واحد السيد في البورتال. قال لي: يا أخي عليك أن تذكر هذا للناس، فإن الناس يثقون فيك حينما تدعو الناس إلى مسألة فالناس يأخذونها بجد، لكنك لم تتطرق إلى هذه المسألة. نحن نعم نتحمل كل زيادة من أجل الحفاظ على ديننا ومن أجل أن لا نبارز الله تعالى ونعلن الحرب على الله بالربا مزيان، لكنك أغفلت أمراً ينبغي أن تكون على علم به لكي تخبر به الناس. فليس كل من اشترى على بنك الصفا يقدر على أن يؤدي الأقساط تماما في كل شهر وفي المدة المحددة. إن هذا البنك لمجرد أن تتأخر عن تأدية قسط من الأقساط إلا وتأتيك الرسالة فيها زيادة زيد وفيها ذعائر نظير التأخير في سداد القسط في ذلك الشهر. وتخيل معايا إلى الشهر الآخر عندك ما خل ما 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 خلصت في الباب زيد، ولا وصلت الثالث ما خلص زيد، ولا زيد، ولينا فين؟ رجعنا لمن؟ رجعنا لمن؟ لنفس المعاملة الربوية. وهذا الشرط لا يذكرونه أبدا. ملي تمشي تتكلم معاهم يقول لك: أودي ها هنا نتفقوا معك على الدار، ها هي الدار سيدي، المواصفات فيها زوج بيوت وكوزينه وكذا وكذا. سيدي هي راها غادي نشريوها، شوفها عجباتك تشريها. يديو عليك اتفاق بأنك غادي تشريها نيشان، ماشي هو يشريها وفي التالي تقول له ما نشريش. إذا كتكتب كاع التعهدات بأنك حينما تشتريها أنت تلتزم بأنك ستشتريها منهم باش ما يضيعوش. مزيان سيدي، ما كاع حتى مشكل. مشكل. تمشي هي تشريها وتخلصها البنكة وتصبح في ملكيتها. واخا واتفق معها ان في حاله ما تشتريها ب 20 مليون غادي تبيعها لك ب 30 مليون ل 40 مليون 40 مليون مزيان. واتفق معاك على انها ستؤديها اقساطا في كل شهر قده مزيان. وتكتبوا ان شاء الله تبارك وتعالى العقد على هذا الاساس، عقد بيع ما بينك وبين بنك الصفا الذي اصبح يمتلك مسكنا بعد ان اشتراه واصبح في ملكيته الخالصه. كل شيء هادشي مزيان. قال لك اسدي اسمحوا لنا احنا ان شاء الله تبارك وتعالى رفعوا القيمة ديال الضريبة على هذا النوع من السكن، ديروا مثلا 20% ولا 30% ولا أكثر من الضريبة اللي كيديروا في القرض الربوي. معليش يا سيدي الضريبة سيدي، معليش يا سيدي معليش. لكنهم لا يتحدثون عن مسألة أن المشتري إذا عجز لسبب من الأسباب في أن يؤدي قسطا من الأقساط في شهر من الشهور أن يتبع مباشرة عياذا بالله بإثقال كاهله بمسألة الربا. هذا مسألة ستتوقف. لذلك إن شاء الله تبارك بنك الصفراء يحولون مباشرة إلى البنك زين الإسلامي. هذا يعني أول واحد اللي غادي ينطلق فماشي خص إلى هو إسلامي، برك غادي يولي بنك إسلامي. هذا بنك الصفا اللي هو تابع لمن؟ لمن تابع؟ التجاري وفا بنك، التجاري وفا بنك. إلى هو غادي يولي هذا هو البنك الإسلامي تابع لهذه المجموعة المالية، يخصم هذه المسألة في الحقيقة يتخلوا عنها ما يبقاوش يديروها. يقول لكم كي غادي ندير أنا نفرض على الناس باش يخلصوا نعم سيدي الأقساط نتاعهم في الوقت نتاعهم، كي غادي ندير؟ ياك سيدي أنت يا متفقين في العقد أني غادي يشريت عليك ب 40 مليون واخا توخرت في هذا الشهر الشهر الجاي باش نعطيك 200 ألف في هذا الشهر، الشهر الجاي نجيب لك 400 ألف. علاش نجيب لك 200 ألف وزيد لها التأخير و 200 ألف أخرى؟ علاش؟ ياك أنا متفق معك نشري ب 40 مليون، وهذا الشهر أنا عجزت أن أؤدي القسط في وقته. خليني للشهر الآخر نجيبهم لك بشهرين. علاش؟ علاش تزيد عليا بالسيف؟ لماذا؟ هذا ينبغي أن تتخلى عنه هذه المؤسسة. والفرق الخامس أن البيع حينما يبيع المصرف والبنك يغنم إن شاء الله تبارك وتعالى ربحا مقابل واسم مقابل بيع شراء عمل ومخاطرة. لأن راك يمشي يشري ياك يمشي يشري ويخاطر
إذا كاين حركة فالربح اللي يديه واسمه هو على البيع وعلى الشراء وعلى المخاطرة التي يتحملها. لكن الربا ربا تكون فائدة مؤكدة الحصول عليها وتحسم حتى قبل أن يعطيك القرض. قبل ما يعطيك القرض يقول لك خصك إن شاء الله تبارك وتعالى تعطيني الفائدة أنت مسبقة 7% ولا 8%. أما البنك حينما يشتري يدخل معك في واحد البيع والشراء، هو راه يدخل في معاملة ديال البيع، هو راه يخاطر، هو راه يقوم بحركة اقتصادية لها أثر في الاقتصاد. إذن هذه الفوارق الخمسة بالنسبة لمسألة فرق بين الربا وبين البيع. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى هناك أنواع قلنا إن شاء الله من الربا الآخر اللي قلنا ذيك المرة، وهو كيسموه كاين العينة، البيع بالعينة، هذا البيع بالعينة كيديروها بعض الشركات. السيد يحتاج إلى المال ياك، ويجي عند الشركة اللي كتبيع مثلا تبيع فريجيدار ولا، وكيبيع حاله شحال؟ يبيع حاله 6000 درهم. هو ما يقبضش هذاك، ما يديش الفريجيدار. يقول له اسمع، يقول له انت راك شريت عليا ب 6000 وانت خصك الفلوس، انا نشري عليك بشحال؟ ب 4000 درهم، ونعطيه 4000 درهم، والفريجيدار باقي في بلاصتو وانا ربح شحال؟ 200000. هذا ربا، هذا هو الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، بقر، واهتم الإنسان باش بالحرث، بالحرث، شو الحرث وأذناب البقر، وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله، إلا أصابكم الله بذل لا ينزعه الله منكم حتى تراجعوا دينكم. الدين واسمه فيه هنا شحال؟ شحال فيه الدين هنا؟ واسمه فيه؟ واسمه فيه؟ فيه البيع، البيع ياك بهذه الطريقة، وفيه واسمه؟ اتباع أذناب البقر، وفيه الحرث، وفيه تركتوا الجهاد. ثم تميتوا بهذه الثلاثة اللي هما واسمه هما في الحق. كل شيء غير الدنيا ياك؟ لا، هذه الطريقة نتاع البيع لاستغلال حاجة الناس في العينة، ولا نسأل انت اتباع أذناب البقر والبقري ودير ان شاء الله تبارك وتعالى، ولا الزرع والفلاحة والخضرة والمياه. الناس لا هي غير مع الأراضي ودير الفلاحة ودير كذا، وما تسلحتوا، ما درتوا صناعة، ما والو، وتركتم الجهاد. هل مقارعة العدو ستكون بالبقر؟ هل مقارعة العدو ستكون بالانشغال بالفلاحة؟ لا لا لا، مقارعة العدو اسمه تكون بالسلاح، والسلاح يكون باش بالصناعة. فإذا كنتم عياذا بالله مجتمع فلاحي زراعي ولم تدخلوا إلى عالم التكنولوجيا وعالم الصناعة، رب قال الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، لو كما تدخلوش لهذا العالم لكي تصنعوا أسلحتكم، سيضربكم الله بذل، وستصبحون نهشا لأعداء الله، وسيتجرؤون عليكم، يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وفي التالي في التالي العلة هو الوهن، واسمه الوهن، محبة الدنيا، اتباع أذناب البقر، الفلاحة، الربح، بيع وشري بطريقة الربا، لكن تركوا الأخذ بأسباب القوة لمقارعة العدو. فالمجتمعات التي تهتم بالفلاحة ولا تهتم بتصنيع سلاحها، اهتمت بإنتاج غذائها ولم تهتم بإنتاج السلاح الذي به تدفع عدوها، هي واسمه هي أمة ذليلة. يقولوا كان هذه الأمة ما اهتمت لا بغذائها ولا بسلاحها ولا بدوائها. هذا الذل يضرب الأمة فقط فقط إذا لم تأخذ بأسباب القوة في المجال الصناعي وإنتاج السلع. هذه دارت الأسباب في الفلاحة، وفرت البن، وفرت الحليب للمجتمع، وفرت الدقيق، وفرت التمر، الناس كالية شاربة مخيرة، لكن ما عندها شيء صناعة التي تمكنها من إنتاج سلاحها لدفع العدو. هذه أمة سيضربها بالذل. فكيف بالأمة إذا لم تكن قد أنتجت غذاءها بحال حنايا؟ العدس يا صاحبي، العدس، طيب شحال من اللي يدير العدس؟
ماشي ولا 30 درهم؟ 30 درهم 30 درهم العجز اللي دور دروك تاع العجز هذا بلاد واسمه بلاد فلاحي احنا البلد تاعنا ماشي صناعي هذا فلاحي ملي في بلاد فلاحي العدس يدير 30 درهم كي غادي دير لها كيف تحمل مشروعا للامم وانت لا تستطيع ان تنتج غذائك ولذلك كل من حاول ان يفعل ذلك في الامه من قادتها حوصر والان في السجون ويقتلون لان هذه الامه حكم عليها ان تظل تحت احذيه الكفره من قال مرسي الامه التي لا تنتج غذاءها زيد ولا تنتج دواءها ولا تنتج سلاحها زيد هي امه لا تملك قرارها يعني في الحقيقه كلام بليغ جمع فيه فعلا مهمة دولة الإسلام الله كيقول في القرآن الذين إن مكناهم في الأرض أخموا الصلوات والزكاة مزيان العبادة تكون والتكفل الاجتماعي يكون العبادة بينكم برب الصلاة التكفل باش تكون واسمه الجبهة الداخلية متحابة متعاونة باش بالزكاة بالتكافل ثم قال وأمروا بالمعروف أي أن الخير منشور ونهوا عن المنكر أي سيف السلطان لحماية الأوطان إذن هذا يسمى البيع بالعينة إن شاء الله تبارك وتعالى الآن هذا السؤال بإذن الله تبارك وتعالى لا إله إلا محمد رسول الله ما هو البديل إذن الذي يخرجنا من مسألة الربا هل هنالك بديل شرعي يجنبنا التعامل بالربا نعم هل هنالك بديل شرعي يخرجنا من مسألة الربا؟ كان ولا ما كانش؟ واسمه؟ ها؟ هذاك البنك الإسلامي غادي تكون عنده معاملات واسمه؟ مالية إسلامية معاملات إسلامية أعطيني شي مثال واسمه؟ واش اسمه؟ المضاربة المضاربة واسمه المضاربة؟ شكون يقول اسمه المضاربة؟ تبارك وتعالى واسمه المضاربة؟ المضاربة اسمه يا روش تشري وانت ويا شي حاجة وتشركوا ها وا كي دير وا هي تعطيك الفلوس ولا إذن قضية المضاربة هو شو خديجة رضي الله عنها خديجة رضي الله عندها الفلوس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش واسمو عنده النبي صلى الله عليه وسلم عنده يخدم واسمو قالت له وتجربوا في الفلع ضاربته في ماله ما أعطته المال وقالت له ها هو روح بيع وشري وداخلة معك بالربح والخسارة داخلة معك واسمو بالربح والخسارة إلى ربحت إن شاء الله تعالى غادي نقسموا الربح بشحال 50% 50% نص بالنص الا خسرنا ولا راه خاسرين كاملين انت خاسر الجهد ديالك وانا خاسر داخلين بالربح والخساره هذه تسمى المضاربه البنك تمشي عندها ياك تقول لها ان شاء الله تبارك وتعالى ضربني في الاموال تعطيني اموال ياك وانا نمشي نخدم مثلا في شي مشروع كنعطيها مشروع وكذا وكذا وفي التالي نقسموا بالربح لا هي ماشي هكذا هي خص تكون هكذا ولكن واش تقول لك البنك تقول لك انت جيب لي الفلوس ياك انت جيب لي الفلوس ديالك اللي غادي ديرهم ما تبقاش غير حاطهم هكذا غادي تعطيني ديك الفلوس ديالك انا واسمو كتولي واسمو كتولي انا يعني انا غادي نستعمل المال ديالك انا استثمر المال ديالك نتفق معك باين لا هاد الفلوس اللي غادي تكون عندي انت تضاربني في المال فالمؤسسة لأن لها علم بالواقع وعلم بالبيع والشراء وعارفة الواقع الاقتصادي يعني كتكون استثمار هذه الأموال من قبل هذه المؤسسة المتخصصة أأمن لمالك من استثماره أنت في واقع لا تعرفه جيدا ولذلك أنت تستأمن البنك على مالك وتتفق معها على أن تقوم بهذا المال واسمه تبيع به تشري به تدير به على أساس أن تتفق معها على تقسيم الربح الطريقة اللي اتفقوا إن شاء الله تبارك هذه المضاربة
هذه المضاربة. السيد إن شاء الله عنده الفكرة، أنا عندي الفكرة، ها؟ والآخر عنده الفلوس، عنده الفلوس غير مريح، يجي يقول له الله يرحم والديك أنت عندك إن شاء الله تبارك وتعالى خبرة كبيرة في هذا المحلابات وهذا وكذا وكذا، وراه عندك كذا، وأنا ما عنديش، أنا نجهز لك، نجهز لك، نشري لك الماتريال، ندير كذا، ونعطيك الفلوس باش دير، على أساس مثلا أنت تعطيني الربح، نتفقوا على شي ربح. تمشي عند النجار ما عندوش الماشينه نتاع النجاره وما عندوش كذا، تقول له انت راك تبلغ جالس، وانت عندك نعم سيدي حرفه في يدك، وانا عندي الفلوس وغير مريحين، واش يديروا هالفلوس من يكونوا محبوسين؟ انا ان شاء الله غادي نجهز لك، نشري لك الماشين ونشري لك كذا، ونعطيك ان شاء الله تبارك وتعالى الفلوس باش تشري السلعه، واحد جوج ملايين ولا ثلاثه ديال الخشب باش تبدي ان شاء الله تبارك وتعالى. المجموع كنعطيك 10 المليون نعم سيدي باش نطلق 4 المليون الآلة وهكذا 10 المليون، وخدم ان شاء الله تبارك وتعالى 10 المليون ديالي يا راس مالي، وانت عندك الخدمه والربح ان شاء الله في النص. ها راك غادي تخدم شي شلة انت على الناس. وعلاش ما بقاش المضاربه في المجتمع المغربي؟ علاش ما بقاش؟ لان اللي عطيت له ما عمره ما يولي، اللي عطيت له اللي عمرت له حانوت كلا، كل من يجيب له الحانوت يكمل، وكان شي فلوس ما كانش، وفي الرماد حوايج ان شاء الله راه ولذلك ما بقى حتى واحد يقدر يعطي الفلوس ديالو لشي مسلم باش يخرجوا من البطاله ويستثمر المال ليحدث حركة اقتصادية ويخدم اخرين، لأن الثقة ما بقاش. اللي تعطيه فلوسك مشى، مشى. لذلك الثقة ضاعت وضاع معها المجتمع، لأن جميع من جرب في قضية المضاربة أي تقديم أصحاب الأموال المودعة للمحتاجين للذين يريدون أن يتحركوا بالمال ما فعلها أحد إلا أسقط في يده. ولذلك ولات هالمسألة من سابع المستحيلات باش تصيب واحد السيد يعاون الآخر، ما حول ولا قوة إلا، ولذلك لا حول ولا قوة إلا، الزلط ما يظلمش، كاين اللي الزلط ما يظلمش، لا حول ولا قوة إلا، لا إله إلا الله. بعض الصور إن شاء الله تعالى اللي ماشي ربا، بحالاش مثلا، شكون يقول أعطيني واحد الحالة تبان بحال اللي ربا وهي ماشي ربا، بحالاش؟ باش نكملوا اليوم هذا الموضوع ان شاء الله. مزبوط. نعم. مع المضاربه مثلا في الكرا، الكرا مثلا كريتي شي واحد شحال ديالك ولا شحال ديالك، وطلبك طلب لك المحل؟ وطلب لك واحد الفيديه على باش يخرج خلينا هذاك من بعد ان شاء الله، احتفظ على هذاك السؤال. انا كنقول لكم مثلا شي معاملات اللي هي حال مثلا النبي عليه الصلاه والسلام استلف، استلف سلف ياك، سلف مثلا شحال 10 كيلوغرام ولا مثلا وسق من التمر، ومنين جا رد له واش مرد له، واش مرد له وسق وزيع، قال له وزده وزده، هذا ليس بربا، انا سلف للسيد 400000، 400000، ومنين جا ان شاء الله عطيت له 450000، هو ما سلفليش من الربا، لم يشترط علي الربا، لكن انا مجيت رد واش ما بغيت، تفضلت عليه وجازيت الاحسان، لان جا في واحد الوقيت اللي سلف لي حتى واحد ما سلف لي، وانا اردت ان ارد الجميل، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس هو الذي يحسن القضاء، يحسن القضاء. يا انا يا سلفت قدا ورديت لهم قدا وزياده، تلك الزياده لم تكن مشروطه من ذلك الذي اقرضني، لكنني لانه احسن الي اجازي الاحسان، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ واحد اليهودي يقول زيد بن سعنة قال قرأت كل نعوت النبي في الكتب السماوية فوجدت كلها تنطبق على محمد إلا خلقا واحدا، واسمه هو
أنه كلما جهل عليه ازداد حلما. فأقرض النبي صلى الله عليه وسلم قرضا على أن يرده النبي في أجل متفق عليه. فجاء اليهودي قبل حلول الأجل والنبي مع أصحابه فقال: يا محمد، أنتم معشر آل بني هاشم قوم مطل، أي أنكم تتماطلون في تأدية. فقال عمر: إذن لي أضرب عنقه. قال: يا عمر، إن لصاحب الحق مقالا. الله الله، اللي عنده الحق، عنده الحق باش يطلب حقه. إن لصاحب الحق مقالا. قال: كان عليك أولى بك أن تأمرني أنا الذي اقترضت بحسن الأداء، وأن تطلب صاحب القرض بحسن الطلب. أنا تأمرني بحسن الأداء وهو تأمره بحسن الطلب. فرحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. الذي يقضي والذي يقتضي، الذي يقضي الدين والذي يقتضي هو اللي يأخذ. يا عمر، قم واذهب فأعطه، واسمع، أعطه دينه وزده مقابل ما روعته. زده مقابل هذا الترويع الذي روعته حينما هددته وطلبت مني أن أذن لك لضرب عنقه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. ما الذي حصل يا زين؟ قال: يا رسول الله، لقد علمت خلالك وجميع صفاتك في الكتب السماوية حتى لكأني أراك إلا خلقا واحدة، وهي أن محمدا عندنا في الكتب لا يجهل مع الجاهلين، وإنما يعفو ويصفح، وكلما ازداد جهل الجاهل عليه إلا ازداد حلما. وها أنا أقرضتك وجئتك قبل الأجل لكي أجهل عليك، فإذا بك تحلم، فلما ازداد جهلي ازداد حلمك. أعطيني حقي وزد لي. الله أكبر. فأنت رسول الله. هذه ماشي ريبة، كاين شي صورة أخرى ما كان. أنا فقير وعرض لي العرس الحاج بوقدرة. هذا الحاج بوقدرة مثلا شنو عنده الفلوس بزاف. أنا واش وديت له شو الهدية؟ لا تكون الهدية، كي تكون الهدية؟ الهدية كتكون على حساب المهدي. المهدي ذاك لك. أنا ديت له قلب سكر ياك، أنا قلب سكر هذاك هو لي، ولكن ديته بنية واسمه أنني منين غادي ندير أنا العرس الغالب بوكدرة. بوكدرة مي غادي يجيب لي قلب سكر؟ شنو غادي؟ غادي يجيب لي مثلا يكرمش، يجيب لي مثلا ثلاث خرفة. هذه ربا ولا ماشي ربا؟ ربا ليست بربا، ليست بربا، هذه ليست بربا. هذه الهدية إذا كنت تهدي بنية أن ترد لك هدية أكبر، لأن الهدية تعطى على قدر المهدي لا على قدر المهدى له، لأن المهدي يعطي على قدره، وأن المهدى إليه ينظر إلى الهدية زيد على أنها عربون وفاء ومحبة. هذا غير مسكين وجاب لي تبارك الله كارتون سكر، أنا من غادي نمشي عنده غادي ندير له، وانت راك ديت له ذاك الشيء بنية 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 أنك حينما يأتيك يجيب لك هدية أكثر. هذه ماشي ربا، لأن في باب الهدايا ليست قروضا ولكنها إن شاء الله هدايا.